D'accord. Je n'en vois rien. Et cette analyse du risque. Ah, attention, non, vous avez des locaux, il y a des produits, ça peut être un facteur. Les textes réglementaires, on parle de vous, il y a ceux qui déjà utilisent ces textes-là. Toutes les industries sont impliquées dans ces. Et les plans particuliers d'intervention. ندوة هذه اليوم كانت فرصة من أجل التعريف ببعض الوسائل الحماية والوقاية اللي من الواجب اتخاذها من قبل الصناعيين. تنقلنا من مدرسة متعددة التقنيات بالحراش، وين حاولنا أن نضع علاقة بين التدابير القانونية المفروض الامتثال لها والأدوات المتعلقة بالحماية. هذو المعارض يعني تاع الوقاية والأمن يعني واجب يكونوا يعني يعلموا الناس يعني باش يعرفوا شنو هي قيمة تاع هذا ليزانستالاسيون يعني تاع لانسوندي، يعلموا الناس وشن هي لا بريفونسيون يعني وشن هي الوقاية. على بالك الجزائر بالك السنوات الأخيرة هذو وقعوا فيها حوادث كثيرة، وين كانوا يعني نتائج يعني وخيمة على المؤسسات. كاين ناس فقدت العامل تاعها، ناخذوا هنا مثلا في شراكة كانت شركة تاع صبيغة يعني تاع الدهون، شعلت وناس فقدت المناصب العامل.